السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، صحة لكم مزيانه، كل شيء وادك. فيديو واحد اليوم لكن باخبار جميله جدا. تقييم حكيم زياش والاحصائي ديالو اليوم، وايضا الجماهير العالميه ودال تشيلسي بالخصوص شنو قالت عليه بعد التالق والعوده ديالو، وايضا شنو قال لوران يواسي المنسق الرياضي لنادي اونجي على بوفال اوناي. بداو مع لوران يواسي اللي قال عليهم: بالطبع يتم رصدهما ومراقبتهما وطلبهما، وإذا تحرك الوضع يعني المغادرة بعد عرض مقنع فذلك ما نتمناه لهما، وإذا لم يكن كذلك فهذا جيد بالنسبة لنا كفريق. أنه قالت كلمات لكن غالبا غادي يمشيو بحيث أن أونجي حاليا في المركز الأخر في الدوري الفرنسي، وغالبا غادي يبيعوا جميع اللاعبين ديالهم ويقدروا يهودوا هذا الموسم. وبالنسبة لزياش الإحصائية ديالو على الشكل التالي: أكثر من أكمل المراوغات صحيحة بأربعة ديال المراوغات، وأكثر من صنع الفرص بثلاثة ديال الفرص، وأكثر من قام بتدخلات ناجحة بأربعة، وكسب 12 مواجهة ثنائية من أصل 20، واستعاد الكرة 7 ديال المرات، ودقة تسديد 100%، وصنع هدف التقدم والهدف الوحيد كاي هافرتز، وحصل على التقييم ديال 8.1. بالنسبة لي كانوا ثلاثة النجوم في هذا الماتش: تياغو سيلفا، كيبا، وزياش. وبالنسبة لجماهير تشيلسي تغنت به، بحيث نبدأ بأول واحد اللي قال: زياش متوهش، يا لها من تميرة حاسمة، تميرة زياش الساحرة، والآن تعرف قيمة زياش في الملعب وتميراته القاتلة، علينا فقط إحضار مهاجم قناص، هذا الهدف هو لزياش، يعني رغم أنك هافرسجل لكن كل شيء التميرة ديالو. ونختم بالتعليق: قدم زياش تميرة حاسمة مذهلة، فقط الساحر يقوم بأشيائه. وكان تعليق كثير في هذا البوست كما كتفوا حاليا، حيت غنوا به صراحه وتالق ورجع للواجهه، خاصك فقط تلعبوا اساسي وتثق فيه وعطاك كل شيء. كنتمنوا صراحه نلعب ماتش ضد ليفربول كاساسي اذا ما كان الدراري، بحيث ان تشيلسي جاب واحد الاوكراني جديد اللي كيعاودوا ليه بانه لاعب رائع ومهاجم قناص. نتمنوا يسحروا زير التمريرات ديالو ويستغل عكس كاي هافرز اللي كيضيع 5 وكيماركي 1. تهلاو في راسكم.